بغيتي قبل العيد يجي وقفتين ولداد، مكون واحد عندك في البيت، ملعقة واحدة منه دير الفرق بلا ما يترقدوا لا ساعة ولا ساعتين، وسير التتبيلة اللي تخلي اللحم طري وفتي بدون انتظار واللذة تتحمق. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير والطريقه ديال التتبيله الخطيره وسر من اسرار باش يجينا القطبان ديالنا يجي منفتيين طياب الزبده، يعني ما كنتسناش عليهم يبقاو يطيبوا حتى كيتحرقوا لينا وبالتالي ما كيجيوش لذات. هادو غير تقريبا قل من 3 دقائق تيكونوا نضجوا وطابوا معنا وكيجيو منفتيين. لهذا ما تنساوناش ملي لايك للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعم فائدة على الجميع، ومرحبا بالمشتركين الجدد. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بالكتيله نقولوا بسم الله. عندنا هنايا اللحم ديال القطبان اللي معروف تيتقطع من الفخذ ديال الحولي ديال عيد الاضحى، هو هذا اللحيمه من الفخذ اللي كنقطعوا مكعبات يكونوا شويه كبار ما يكونوش صغارين باش ملي يكونوا كنطيبوهم ما يجيوناش يابسين وكارمين. من الاحسن يكونوا على هذا القياس، هذا ما نفوتوش هذا القياس وما نديروش قل منه. عندي هنايا واحد الكميه لا باس بها اللي تكفي جوج الافراد حتى ثلاثه، درت انا غير القياس ديالي وانتم ديروا القياس اللي كتحتاجوا. عندي هنايا تقريبا هنايا ديال اللحم تقريبا واحد 400 غرام ديال اللحم اللي مقطع مكعبات، هاد التوابل غنعطيكم تقريبا ما بين 400 حتى نص كيلو ديال اللحم ديال القطبان. عندي هنايا معلقه صغيره غير مملوءه ديال الباربيكيا اي التحميره، نص معلقه صغيره ديال الابزار، ونص معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره ديال القزبر حبوب اللي مطحون، ومعلقه كبيره ديال الكامون، الكامون اللي كنكثروا منه، والملحه حسب الذوق، يعني الملحه كتبقى لكم نتوما الذوق ديالكم والاختيار ديالكم. هادو هما التوابل كالتالي كيف ما كتشاهدوا معايا. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الزيت سواء نباتيه او زيت زيتون، انا درت هنا زيت زيتون. بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش الفرق ما بين القزبر وما بين المعدنوس، هذا هو المعدنوس كيكون الوريقات ديالو شويه غلط صراحه ما كيما نخبي عليكم حتى انا ما كنتش كنفرق بيناتهم حتى سولت. هذا هو المعدنوس، من الاحسن ما نديروش قزبر ومعدنوس خلطهم او نديرو غير المعدنوس بوحدو، يعني المعدنوس كيجي رائع جدا غير بوحدو في القطبان كيجي رائع في الشواء، تيعطي واحد اللذه زوينه بزاف. كناخذ تقريبا واحد 4 ربيطه ديال المعدنوس اللي كنقصصها رقيقه، ثم تنضيفها القطبان ديالي. يعني تقريبا منين كان الا كان عندكم يعني مقصص تقريبا واحد جوج معالق كبار. عندي هنايا حبه بصل اللي تكون غير صغيره متوسط اللي غادي نحكها في الحكاكه الغليظه، ما تحكوهاش في الحكاكه الرقيقه باش ما تطلقش لينا داك الماء بزاف، يعني اما نشلضوها تكون رقيقه بيدينا بالسكين او نحكوها في الحكاكه الغليظه باش هاد البصله هادي ملي كنحكوها في الحكاكه اللي غليظه شويه او كنشلضوها بالسكين اللي تكون رقيقه، يعني هذيك البصله كتبل لينا داك اللحمه جيدا، يعني كتدخل فيها، يعني ماشي ملي كنجيو نديروها في السفود كتبقى تهبطك البصله كتبقى غير زايده ناقصه بحال غير تلقات النسمه ديالها، لا كتبقى لاصقه لينا في القطيبات. لهذا نحكوها في الحكاكه الغليظه ولا نشلضوها رقيقه، ما نحكوهاش في الحكاكه الرقيقه راه كتذوب وغتطلق لينا غير الماء، وما نشلضوهاش تكون غليظه راه غتبقى غير مفتته لينا وخارجه من اللحم، يعني كتبقى غير زايده ناقصه. هذه هي المعلومه اللي نقدر نفيدكم بها من البصله. اما السر الخطير والرائع جدا والمكون الوحيد اللي كيعطيها الفتاوى والطراوه لهاد القطيبات ديالنا بلا ما نشرملوهم ونرقدوهم ونخليهم ساعه ولا ساعتين ولا ساعه، مباشره كنضيفوا هاد المكون وكنطيبوهم مباشره، وهو معلقه صغيره من عصير الحامض او الليمون او القرارص، ايه معلقه صغيره من عصير الحامض. بالنسبه لانا عندي 500 غرام او 400 غرام ديال اللحم كندير معلقه صغيره، نتوما على حسب الكميه ديال اللحم ديالكم تقدروا ديروا معلقه كبيره. ما تقولوش القطبان غيجيونا حامضين ولا غيجيونا محمضين نهائيا، هاد معلقه صغيره غير ما تكثروش مهما كان العمر ديال الحولي ديالكم او الخروف ديالكم، يعني هاد المعلقه ديال صغيره ديال الحامض هي اللي كدير الفرق
وكتخليه يجي فتي بلا ما نخليه يترقد ساعه ولا ساعتين باش يجينا فتي ويجينا لذيذ مباشره. غير كنضيف داك المعلقه الصغيره ديال الحامض كندوز مباشره كندير القطيبات ديالي الحمض ديالي في السفود، يعني كندير العبار اللي بغيت انا والقياس اللي بغيت انا، غير كنديرهم متساويين باش منين نجي نطيبهم ما تبقاش جهه طايبه وجهه لا. يعني كان لا غندير 6 ديال الحصص، يعني 6 ديال الطروفه ندير 6، غندير 7 ندير 7، يعني يكونوا متساويين وعلى قد المجمر اللي غادي نشوي فيه، ما يبقاوش يعني شايط اللحم يعني يبقى على برا في السفود. وانتم راكم عارفين يعني بالنسبه للمبتدئات والسر الخطير والرائع جدا كاين في الحامض وفي البصله اللي كنشلضوها رقيقه او كنحكوها في الحكاكه الغليظه باش كتعطينا داك التلبيه رائعه جدا، وداك المعلقه ديال الحامض هي اللي كدير لينا الفرق بلا ما نخليه لا ساعه ولا ساعتين. مباشره كنضيفوا داك المعلقه ديال الحامض كنحركوا الكل كنعجنوا يعني بطبيعه الحال كنخلطوا بيدينا وكنبداو نوضعوا في السفود، والمجمر ديالي او الفاخر ديالي راه درتو يزند حتى كتهبط العافيه، يعني درتو يزند وهبطات ليا داك العافيه شويه ولات غير حميمره، يعني بحال ماشي طفى كتكون في الاول الجمره حمراء. ما نديروش الشوه ديالنا دائما على الجمره حمراء باش ما يتلهبش لينا ما يتخطفش ويتحرق، فبالتالي غير كنشوفوه محمر هو راه باقي ما طاب كيف ما كتشاهدوا معايا. غير حطيته من با تقريبا جوج دقائق قلبته، غير جوج دقائق وقيله وما كاملاش قلبته كيف ما كتشاهدوا معايا كيطيب بسرعه وكيجينا فتي ورائع ومن ألد ما يكون. غير جربوا هاد الطريقه وغتشكروني وغترحموني عليها وغتردوا عليا في التعاليق. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجيونا القطيبات ديالنا طايبين على خاطر خاطرهم مع كويس ديال اتاي مع مقبلات او زويتنات كيف ما العاده. كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما قطيبات ديال عيد الاضحى باش يجيوك سيداتي فتيين وبدون انتظار، يعني كنشرملوهم ونخليهم ساعه ولا ساعتين هنا غتشرمليهم وسيغ بلاص غادي طيبيهم وغادي تشكريني عليهم، تيبقاو محافظين على اللون ديالهم يعني ما مقرمشين ما محروقين تيبقاو فتيين ورطبين دغيا كيدخلهم الطياب مهما كان عمر الكبش ديالك سيداتي. كيطيبوا كيجيو خفاف وطياب الزبده كيجيو طايبين فتيين من اروع ما يكون. ونتمنى تعجبكم الفكره او الاقتراح ديال اليوم. كل شيء كيعرف يدير القطبان، كل شيء كيعرف يتبل القطبان، ولكن قطبان كيفرقوا على قطبان، كل واحد وكيتبع الطريقه ديالو ما فيها باس. نجربوا طرق جداد اللي يزيدوا يبهرونا ويعطيونا مذاق رائع جدا، وهي هذه الطريقه هذه وهذه التتبيله هذه اللي رائعه جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا الصوره معبره بلا ما نعبر انا اكثر شفويا، كيف ما كتشاهدوا معايا كيجيو فتيين وتيبقاو طريين من الوسط، هادو هما القطبان ديالنا والا فلا. شكرا لكم المتابعه وعواشركم مبروكه، عيد مبارك سعيد للجميع، وما تنساوناش من لي لايك للتشجيع فقط وبالبارطاج ومرحبا بالمشتركين الجدد، وعيد مبارك سعيد على الامه العربيه والاسلاميه كافه اجمعين، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصويريه، والى اللقاء في وصفه مقبله سلسله وصفات عيد الاضحى، والى اللقاء.